العطر الأول من المولد البرزنجي مع الخطيب حسن الحداد. رسول الله يا نور القلوب ويا كنز الأسرار العيوب. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا. صلى الله عليه. مستدرا فيض البركات على ما ناله وولاه. اللهم صل وسلم عليه وأثني بحمد موارده سائغة هنيا. صلى الله عليه. ممتطئا من الشكر الجميل مطايا. اللهم صل وسلم عليه وصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. صلى الله عليه. المنتقل في الغرر الكريمة والجباه. اللهم صل وسلم عليه واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية. صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. اللهم صل وسلم عليه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية. صلى الله عليه. وحفظا من الغواية في خطة الخطي وخطاه. اللهم صل وسلم عليه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا. صلى الله عليه. ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه. اللهم صل وسلم عليه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية. صلى الله عليه. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. العطر الثاني مع الأستاذ علي سيد مراسوها. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدم. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. اللهم فرجنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد عمدة خصاله صنيا ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا. اللهم صل وسلم عليه ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاة القصية. إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما. اللهم صل وسلم على ابن كلاب، واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن بن فهر، واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. صلى الله عليه. وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضى. اللهم صل وسلم عليه ابن مالك ابن بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية. صلى الله عليه. وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى ونبى. اللهم صل وسلم ابن مضار بن نزار بن مهد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية. ورفعه إلى الخليل إبراهيم، أمسك عنه الشار وأبى. اللهم صل وسلم. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية. نسبته ومنتماه ومنتهاه. اللهم صل وسلم عليه. فاضم به من عقد تألقت كواكبه الدرية. صلى الله عليه. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. اللهم صل وسلم عليه. نسب تحسب العلا بهلاه، قلدتها نجومها الجوزاء. صلى الله عليه. حبذا يقد سدد وفخار انت فيه اليتيمة العصماء. اللهم
يصبه مار من آدم وإلى أبي وأمي سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أطل اللهم كبره الكريم بأرض شديم الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. العطر الثالث مع الأستاذ يوسف سيد الماس. صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. ولما المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه اللهم صل وسلم عليه. نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. اللهم صل وسلم عليه. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية صلى الله عليه. وسبى كل سب لهبوب نسيم صبا. اللهم صل وسلم عليه. وقسيت الأرض بعد الطول جذبها من النبات حللا سندسيا صلى الله عليه. وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا. اللهم صل وسلم عليه. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه. وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه اللهم صل وسلم عليه. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية صلى الله عليه. واحتست العوالم من السرور كأسى حميا اللهم صل وسلم عليه. وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية صلى الله عليه. ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تام اللهم صل وسلم عليه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه. وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا. أطر اللهم قدره الكريم
بألف شهيد صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عطر القيام مع الأستاذ محمد أحمد صالح. كاريب وديكو موريا ورنزو ينابيا كاريب وديكو موريا ورنزو ينابيا زنجما يكاريم صاليا نوفان يزو يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. اللهم صل وسلم عليه. وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. اللهم صل وسلم عليه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمريا صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صدان. اللهم صل وسلم عليه. حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخال وأخذها المخاض فولدته أمتهم صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قمت يا وجه السرور أنت شمس
ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لن تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم وتوالت بشرى الهواتف أنقاد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذهو رواية ورويا صلى الله عليه فتوبى لمن كان تعظيمهم ثم صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر الله وبره الكريم بعرف شديم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم عليك وعلى آلك. نستمتع وإياكم القصيدة مع مدرسة النور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله
محمد سماه راجي ربه أن يحمد وبأشرف الأسماء وهو محمد سماه راجي ربه أن يحمد كلمة مع وزير العدل والشؤون الإسلامية جاي أحمد شانف. يا رسول الله يا نعم الأمين يا إمام الروح وفخر المبين هذه فجري لواءك كم نذل تمشي وراءك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. إكسلانس الإمام غزالي بريزيدان دو لا ريبوبليك حفظه الله وطول الله عمره. Mesdames et Messieurs les membres des exécutifs de l'Union des Îles, Son Éminence le Grand Moufti de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis et des organisations internationales accréditées à Moroni, Mesdames et Messieurs, Honorable Assistance, comme chaque année à la même date, sur cette place symbolique de notre pays, nous voici réunis pour marquer un événement important pour la communauté musulmane du monde entier, la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, salawatullahi rabbi wa salam alayhi. Permettez-moi cette occasion de vous adresser à vous toutes et à tous mes vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite pour vous-même et vos familles respectives, et de joindre mes prières aux vôtres pour qu'Allah le Tout-Puissant comble notre pays de ses bienfaits et de ses faveurs et accorde paix, sécurité, progrès et prospérité au peuple comorien et à l'ensemble de l'Oumma islamique. Les musulmanes et les musulmans que nous sommes savons ce que nous devons au prophète Mohammed. Salatullahi Rabbi wa salam alayhi, ce grand homme qui, au 7e siècle, apporta à l'humanité tout entière l'islam et ses valeurs universelles et fonda une communauté partageant un destin commun, un seul destin et un modèle économique et social égalitaire et juste. Avec l'instauration de l'État et la constitution de Médine, il proclama pour la première fois dans l'histoire de l'humanité l'égalité entre les croyants. Célébrer sa naissance va donc bien au-delà des cérémonies grandioses pour évoquer des faits historiques et prononcer des sermons. Il signifie surtout de tirer les enseignements du prophète pour corriger nos conduites, faire notre examen de conscience, nous remettre en cause, évaluer nos pratiques de tous les jours, notre foi, pour tracer notre avenir. Au moment où certaines idéologies tentent de faire prévaloir des théories ou des lois
qui remettent en question les fondements même de notre société et nos valeurs les plus fondamentales, il est important de rappeler sans cesse que, dès la naissance de l'islam, la condition de la femme a occupé une place de choix, une place importante. Il nous faut constamment combattre les préjugés injustes qui voudraient que l'islam gère une religion qui opprime les femmes et les relègue à la marge de la société, en marge de la société, dans une situation d'infériorité dominée par l'homme et empêchée d'évoluer. Pour cela, il suffit de revenir aux sources, au Coran et à l'enseignement et à la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être convaincu que le livre saint de l'islam a représenté un progrès pour la condition féminine. L'islam a donné à la femme un statut qui la respecte et l'honore en affirmant l'égalité entre les hommes et les femmes sur le plan spirituel. Sur le plan de la vie en communauté, il a reconnu aux femmes des droits et une protection dûment codifiée, mettant fin à un état d'infériorité. L'enseignement du prophète, la sunna, prône le respect de la femme et pose la règle d'un partage dans la réciprocité, la complémentarité, la fraternité, le soutien mutuel et la complémentarité. Il est notable que le premier musulman, c'est-à-dire la première personne à croire en la révélation transmise par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ait été une femme, Khadija, radiallahu anha, l'épouse du prophète. On sait le rôle qu'a joué Aïcha, radiallahu anha, dans la transmission de très nombreux hadiths et comme jurisconsulte. Au fil des siècles, de trop nombreuses femmes musulmanes se sont illustrées par leur foi, leur connaissance, leur action au service du développement de la société islamique. Dans ces conditions, c'est le retour et le renforcement de l'enseignement authentique de l'islam qui reste dans la solution et la seule solution pour faire barrage à l'exagération et à l'extrémisme, promouvoir la modération et inlassablement faire l'effort d'adoption, cet idéal qui, en islam, permet de combiner l'authenticité et le progrès. Que la paix et le salut soient sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses compagnons et à nous tous. Je vous remercie. الشمائل الخامس مع الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية صلى الله عليه وأراد بتيا على حم أو لبن فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حوى اللهم صل وسلم عليه فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية صلى الله عليه فاستأذنها في حلبها
فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا. اللهم صل وسلم عليه. فمسع الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه. صلى الله عليه. فدرت فعلب وسقى وسقى كلا من القوم وأرواه. اللهم صل وسلم عليه. ثم علب وملأ الغناء وغادره لديها آية جلية. صلى الله عليه. فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصى. اللهم صل وسلم عليه. وقال أنى لك هذا ولا علوب بالبيت تبط بقطرة اللبن. صلى الله عليه. فقالت مر بنا رجل مبارك كذاك وكذا جثمانه ومعنا. اللهم صل وسلم عليه. فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل أليه. صلى الله عليه. بأنه لو رآه لآمن به واتبعه ودانا. اللهم صل وسلم عليه. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول، وأشرقت به أرجاؤها الزقية. صلى الله عليه. وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الشمائل الأول مع الأستاذ عبد الرحمن السيد مصطفى. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا. صلى
فاذات وصفات سنية صلى الله عليه مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أدب الأشفار قد منح الزجاج حاجبا اللهم صل وسلم عليه مفلج الأسنان واسع الفم حسنا واسع الجبين ذا جبهة هلالية صلى الله عليه سهل الخدين يرى في بعض حديداب حسن العرني اللهم صل وسلم عليه بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية صلى الله عليه وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلى وعرقوا كاللؤلؤ وعرفوا أطيب وعرفوا أطيب من النفعات المسكية صلى الله عليه ويتكفوا في مشيتي كأنما ينخط من صبابي لارتقى اللهم صل وسلم عليه وان كان يصافع المصافع بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبرية صلى الله عليه ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسؤوله من بين الصبية ويدرى اللهم صل وسلم عليه يتلالأ وجه الشريف تنال القمر ليلة البدرية الله عليه يقول نايت لم أر قبله ولا بعده ولا مثله ولا بشر يراه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشمائل الثاني مع حاكم الجزيرة الشيخ أنيس شمس الدين وصلي امتوم نبيا يؤمديا تفيا بمقويا غم صليا
صلي وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شأته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية صلى الله عليه. ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يقر فقيرا أدفعه الفقر وأشواه اللهم صل وسلم عليه. ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية الله عليك. ولا يهاب الملوك ويعظب لله تعالى ويرضى لرضاه اللهم صل وسلم عليك. ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية صلى الله عليه. ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا وحمارا بعض الملوك إليه أهدى اللهم صل وسلم عليه. ويعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية صلى الله عليه. وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى اللهم صل وسلم عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللعو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية صلى الله عليه. ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى اللهم صل وسلم عليه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية صلى الله عليه. وبلى ظاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى اللهم قبره الكريم بعرض سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. كلمة الشكر للبلدية موروني يلقيها علي صبري أحمد. هم تيزيري باسا tikanushe mwangaza rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mtukufu kwezi al-imam al-rais Uthman Azali, mtukufu kwezi Mufti Sayyid Abu Bakr bin Sayyid Abdullah Ali Jamalillayl, watukufu kwezi
مواسير وهي انتي هاتو هي جملة واتوكوفوكوزي ما امباسادور ما ديركتور وهي زيدارا هازونتيبيا واتوكوفوكوزي وزيغاراي ميلا هرما إمسيوا نانو وين علمو يا كديني نا دنيا ما ضمانا وسياسة بلينا بالي ما إسلامو وخيري راتاني هابانو هي جملة هاوومبا ناوسيفو نبي واتو هي جملة هانيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Si jimi zobanu kwezi no mjio unroni. Hahandani wanambia ni shukurie ye nabi. Habu mgwa jadia mahajana rakabanu raumbi ya ukaya rikebanunu maha mgwa jadia rahunda na banu hasonti pia. Ezabili ni mshukurie ni hezenga unyitukufu. He mahaba, he she umanika ye duainu, nguwa juja alie kama nguwa bende, ike makuboli, ike yishiliwa, ike zenje maikao dori ombe yao harma, eze duazinu, zike zahe miji hatu, zike zahe nti kamili, insha Allah ta'ala. Nyezi mguna jalie, eze duazinu zi zidi, e maulidiani ya jaye o harma ye miji, o harumenga zija, o harumema siwa, haurisanganya, hajaraja, za kisiasa, za kimila, na uzijisha yejini humoni hatu. Omjondo ningarashukuri yao hadani ya sirkali, habo wazingara ya domana inu, ya ukaya usiku mtukufunu, ilazimu ike, Omji mzadze wa hensi do waombe dua inu. Ezabilinga shukuri yao zijuhudiwa jao. Ikao mgwaja alia gari wombao idumu. Yensi ike harumarehma. Ike banu rihala dara upande wahe amani inshallah ta'ala. Ngarshukuri yao. Heze jitihaji wa jao, haukari karu wa hiri shangaya. Hasibabu ntabu ya ntohole. Nyezi mungu hari auni, hajuhuji za hanyo. Rihundu, ritabi hahanganu, nyezi mungu hari jaidia. Tijibuali sa ukaya, mufti hareleza manu kaya, wanrujwa urumi ya ndogozi njimsi kwa maulida ili wanruwa sterehi. Harma juwa hamada zinu. Mibala tikati wa hii, tishangayo kanga minamzi watu unu unroni, haka ukaruma za shuhuli zinu. Zahe ntuhuli haku ya kaurumilo. Nezi aja, nezi maulida. Basi, shamu ujo mrehemu na inu watende. Amba abanu, amuhambi ukaya, umana hangu, amfikir kama udu sakia mabanda, ekiso ya Hassan na Husaini, liahanyu nyu wakumurine ntuhuli. Apo nge mgujo jandi, yae kamungwa benteze juwa za umbwa banu, za ukayari tajiri henti ya hatu, hagashi na gazi na dhahabu, yae kamungwa benze, zike makubuli. Baturi je, ndoko wa manda zinu, riziru mie, hanafasi, hafuraha. Nyezi mgujo mjazani heri, ya mtieni baraka, ya njeze umuri mwinji, ya harumaye miyo ya hanyo, kama nyezi mgujo benze, ya rahateze niya hawema na mshiri ya nuwa hatu. Ya towe fitna wa haruma ima laho ya mijinensi ya hatu ya kamyezi mgwa benzi. Mgwa jali ye ridona na hawambia na kweli. Hawanzana. Hawuchushulia na nje mahamada zinu ilizi sanganye ya miji ya hatu nensi insha Allah ta'ala. Ngamshukuriyo na humbeshe na marahaba. Na humobeleani mwasulio makazini hanyu hakheri.
eze maudijai kaodo za nuwe kamgwa benze nguwa rinikeze mfu nejiti haji rivayen ruhamade namna rahajabanu rihundane hasonti hawombe ya edua inuyo inshallah ta'ala. Asantum. أما الآن نرفع أيدينا تضرعا إلى الله عز وجل بالدعاء مع فخامة رئيس الجمهورية. أزال نغتي ميا بمبادز طبيا وكيري وشكيزا فنغتي ميا Gena rombe sonti piya. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Allahumma ya basitul yadayni bil'atiya. Allah. Ya man idha rufi'ati ilahi akuful abdi kafa. Ya Allah. Ya man tanazzaha fi dhatihi wa sifatihi al-ahadiyya. Ya Allah. An an yakuna lahu fiha nadha'iru wa ashbah. Ya Allah. Ya man tafarrada bil-baqai wal-qidami wal-azaliyya. Ya Allah. Ya man la yurja ghayruhu wa la yu'awwalu ala siwah. Ya Allah. Ya man istanada al-anamu ila قدرته القيومية يا الله وأرشد بفضله من استرشده واستهداه يا الله مسك اللهم بأنوارك القدسية يا الله التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه يا الله ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية يا الله ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى يا الله وبآله كواكب أمن البرية يا الله وسفينة السلامة والنجاة يا الله وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية يا الله الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله يا الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية يا الله الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله يا الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية يا وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه آمين وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية آمين وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا آمين وتكفينا كل مدلهمة وبلية آمين ولا تجعلنا ممن أهواه هوى آمين وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية آمين وتمحو عنا كل ذنب جنينا آمين وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية وحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الرمعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم ثياب سيبه السبسب وربا واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيد جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى وحق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه
ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحل صدور المحافل المنيفة بعقود حلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Hamadeli kao ngamashio harma ye maulidi kao ya kahwendelea harma ye shuanza shahuhuru banu dia kaukaza kifu kabisa ye maulid nayo ya rengwa hahundo na utukufu na sheo umalani kao ndo rilio haukaya emadhoma na onsi wahensi hatu watukuza na wajibu umparwa waho Fatiha itolwa ne mamufti kaulwa lubang nana mazamana wakili wenge ingari wambele yao tina zimshinda o Mwenyezi Mungu ya rahenti namu wanono hata maha ya hule insha Allah haini maha rireje imanu urijere shelezize umwendo wakana nabi watu mtume Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam na hamade lika o ngari ashiyo kaya watukufu mlio harma mabanda mima ya hanu ngari aminyo kaya ngamdungao ha, zenzia za direkte ranzidu wakati nda unu uo harmeshu wanda cha uhuru wa utukuza ikhafla inu na ngari wambao rio mshelezi ukaya banu lumzala wa hena biwa hatu rijo kazala itarehe kume na mbeli ya humezi wa maulid mwezi ikao ranzindele kume la handa umaisilamu wa komoro urenga haina usiku yabo ili uonesa utukufu na uonesa ujamalifu ya umkaonro wa he maulid yanu ya mbunge mbaka haina usiku ngarenda uharme miji hatu emabalazio emabanda haini mundu ala ali wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin wahi wa kairi wa hizmu biyazal yabo ndongo hamanda hiyo lazima haini mundu yajihafilishe yajionese ukaya zabarinde ka mimi gamwanzo mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ne kangwanzo mwenyezi Mungu lazima wanze mtume wa hapo ne kangwanzo mtume wa lazima udungezi tendwa na zitendwa mfano hamandezi ukaya yesira ya mtume yo muhimu harma ye mauludi ya mtume yo muhimu harma wangu wa zao mtume 571 ndio yazalo wenge garumba utsina zimshindao umalani kaondo mlio garumombeleao ni amani na utulivu na maisha mema umalani kaondo mjundao hukaya ubanu ndio banu ndio akutatali kiode maana ukaya wandungwa ribirao hanamna njema hanza wareje harma mzenyuba ni tukufu zahao harma ze ahadi ni tukufu zahao biko garumbao wahunde wanono na muwe batike batabu wenge e television ya taifa wazima ne mazomana ikao ndo aritendea ikao ndo walole jukumu abasi mhaju nane mazomana dungabo hata uwasuili uandika ndo alio harmeshu wanza shinu juma urekebesha zenongo zibiro haka lazima ingeti ndo awo lazima riwashukurie haukaya manama medama da mbaraka nana mwanyasi dada nane wasaya wa heradio ama konseye Hussein Ben Ahmed Juma Izudini wana elarif wanse pia ngasibanga haini mndu yabo ngena shombo ya shizingara haini mndu ngena zomana izingara yabo wandrua lazima rishukurie hauka engeti ndo awo lazima zanongozi nuka jajo shida sha lazima nurkena wakati riwashukurie wandu wao hakati tendeza ranze mudiri jimla bwana abasi mhaju wasuile madhamana wadunga yapo hata wasuile matekinisi kaondo walioba nana wandu wa masista ikaoba huko kwa jalala juma urekebesha zenongozinu ili wandu wa loma lahoni wadunge wenge garuomba wa Mungu tina wasida huko yapo wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatu nyandrika wanga mjundao harma ya television taifa ranzile zina katizinu nganyaze anten mrenge ili uendelee na zebra majizi ndo jina wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
na hama delika o ngaridunga uraha o nyasi walio harmaze thomana kwa janika ya idhini haba ngarendele yao haukaya emana rendele yao dokaya manyasi wa kifatakaza ngarombe ushele zomba bibuka ya mtume shinu hindri awe mru hindri ya jahar mule mengu ya tongeza ema islamu wabjimli farmaze li mengu dokaya wende wakairi wahezi mbe wende mtukufu ya tukuziwa ni mnyezi mkusubahana watala yani kweri sala ya tongeza leo waliosheo shahemu une mtiti waliosheo shahaini mru choko uyonzi dokaya ndabo unge gamwanao namna ikao gamjori sa shasamaha ukaya wakawa jirna hitilafu mtiti sha keja chongeza ukaya kartu endelea ne barna maji hamadeli kao hato wananyas wajornika eruhsa ukaya rikaza kifu iliri mlaheni harma zela tabu njema zahanyu malani kao no rijiundao abange wangalizi washilizi watukufu wahe radio na televizio taifa rimabiali ukaya rika ujiunda harma shuanza shaho uhuru shuanza ikao ndo wakawendelea ya maulid ya homzalo wahe nabi watu mtume Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malalikao lorjiundao na ngaruombo mgu utina zimshindao ukae kama nyasi amedamada amadelikao razithukuru na manyasi mbaraka kao wajua urunesa wenge ngaruombo ukaya wassalamu allahi alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.